واحد يطلبك للتعدد ومرت الاولى ما تعرفش وتسقسيه تقولي له نسقسيك، لو كان تعرف مرتك الاولى يقول لك ما شكيش تعرف، قلت لها غير ما تقبليش، ترى الاولى تاعو ما تعرفش. وبعد وش يصرى غير تعرف المرأة ديالو بعد سنة بعد سنتين يقول لمرته هذيك، يقول لها الثانية، يقول لها دي صاي أم حكمونا، شو حكمونا دي صاي، شو اللي عاود يقول لها خلاص شو لك اللي كاميرا كاشي لعبنا واحد العامين. وبعد يمر قلت لي مرتي عرفت مرتي الأولى بارك الله فيك سمحي لي، لأنه المرأة الأولى ثقيلة فيها أربع دراري فيها نساب وفيها الناس قاعد يعرفوه، الثانية في الغالب واحد ما يعرفهاش ما يديهاش لدارهم، عنده الى عنده تلقى عنده ولد صافي تجي خفيفه باش هو يتنازل عليها. هذا مود غميضه، هذا يا غير تحكم مرته يقول لك بارك الله فيك اكي شايف الكاميرا مخفيه وان شاء الله في رمضان نشوفك.